هنعمل صدور دجاج بصوص الماسترد، صوص المستردة. علشان نعملها عايزين 4 صدور دجاج، وعايزين 1 بصل شرائح، 2 فص ثوم مفروم، 2 كوب مشروم، 1 مكعب مرق، 2 معلقة كبيرة ماسترد، 2 كوب كريمة، رشة جوزة الطيب، 1 معلقة كبيرة روزماري، وبطاطس بيوريه للتقديم. طيب أول حاجة هنعملها طبعاً حطينا على النار الطاسة بتاعتنا. عايزة بس أوريكو إحنا قطعنا الصدور بتاعة الفراخ بالطول كده، قطعناها علشان تبقى كلها رقيقة وكمية بتكتر وبتستوي معانا طبعاً أسرع، وهي دي أنسب تقطيعة. طيب هناخد الفراخ دلوقتي وهنبتدي نحطها كده هنا، بس هي لازم تسخن شوية كمان. طيب دول طلعوا 2، نحطهم بقى كده كلهم كده اهو. مش هحط كتير في الطاسة الصراحة علشان تستوي بسرعة، وعلشان نكمل الوصفة في أول سيجمنت نخلصها إن شاء الله. نحط ده هنا كده علشان نطلع عليه، بس هحط لهم شوية ملح وفلفل، بس حاجة بسيطة خالص. يا سلام على السرعة. هناخد بقى دلوقتي البصل اللي عندنا، ودلوقتي هنحط البصل. خلاص احنا عندنا كده الفراخ استوت ثواني، هنحط دول بقى كلهم هنا. هنحط معاهم، لا خلينا احسن نشيلهم. طيب هنحط دول يا جماعة كده هنا كده وخلاص. هنجيب بقى دلوقتي البصل اللي عندنا وهنحطه هنا. تقليبتين كده بس يطرى معانا البصل ده، خلينا نطفي عليه خلاص. بس البصل كده اخد تقليبتين زي ما انتم شايفين. هحط معاه الثوم عندنا، المشروم اهو، وهنبتدي بقى نحط الحاجات. الوصفات دي يا جماعة هي زي الوصفات بتاعة المطاعم بالظبط، بتبقى مكوناتها سهلة قوي، بس احنا فاكرينها يعني بنبقى فاكرين انها من الحاجات الصعبة، وانها لو اتعملت في البيت ما بتبقاش حلوة، بس دي مش حقيقة. هناخد دلوقتي الماسترد اللي عندنا، وطبعا لازم تجيبوا نوع ماسترد حلو، لان اصلا الاكلة كلها معتمدة على الماسترد. هنحط مكعب المرق، وما تحطوش ملح خالص خلاص، يعني احنا كده الملح اللي في الماسترد مع مكعب المرق احنا كده واخدين ملح كافي. هنحط دلوقتي عندنا هنا رشة جوزة الطيب، وعندنا شوية من الروز ميري، وهنحط كريمة، وكده الصوص بتاعتنا جهزت اهي. هناخد بقى دلوقتي الفراخ بتاعتنا ونحطها في الطبق، ونحط عليها نحطها في الطاسة، ونحط عليه نخليهم يعني مع بعض شوية على النار بالبهاريز بتاعة الفراخ كده، بنحطها كده هنا 2 دقيقة على النار وتبقى الوصفة بتاعتنا جهزت.